يعتبر الفتق من الأمراض الجراحية الشائعة، وهو عبارة عن ضعف في جدار البطن يبرز منه جزء من الأحشاء، وأشهر مضاعفاته هي الاختناق أو انقطاع الدم عن هذا الجزء من الأحشاء. وهناك أسباب عديدة للفتق، منها تكرار الحمل والولادة أو حمل أشياء ثقيلة، وأحيانا بعد العمليات الجراحية الكبرى. وقد شهد علاج الفتق تطورا مذهلا في الفترة الأخيرة، حيث يمكن علاجه بالمنظار من خلال فتحات صغيرة، ويمكن استخدام شبكات لينة تسمح للمريض بعد العملية بممارسة الرياضة أو بالحمل والولادة، ويكون فترة وجوده بالمستشفى لا تزيد عن 24 ساعة.